ان شاء الله. بمناسبه جمهور النادي الاهلي يا كابتن شريف، يمكن جمهور النادي الاهلي الفتره الاخيره وبعد الماتشين الاخرانيين واخد على خاطره شويه. واخد على خاطره كتير. واحنا واخدين على خاطرنا. وكل اللي بيحب الاهلي واخد على خاطره يعني. مش متعودين على فقدان ال لما كنت بتمر كلاعب بالظروف دي كنت بتعمل ايه عشان تطلع من الكبوه دي؟ كنت بعمل كامب لنفسي. كنت بعمل معسكر لنفسي. كنت احيانا بتبقى حاسس انك مقصر؟ مش حاسس اني مقصر، او الفرقه كلها كان فيها حاله ارهاق، او الفرقه فيها تعب، او الفرقه فيها اصابات مش موجودين لعيبه. لكن كل واحد فينا كان بيبقى عنده شخصيه ان هو مسؤوليه الفوز منه هو. يعني احنا ما كناش بنعتمد على 2-3 في الفرقه فقط، كان الحقيقه ال 11 لاعب عندهم شخصيه ان هم مسؤوليه الفوز من عندهم. حتى لما كنت تقعد مع المدير الفني او مدير الكره كان في ناس مخصصه كده ياخدهم على جنب ويقول لهم شخصيه الفوز النهارده هتتمثل في بعض لاعبين معينه، في اسلوب لعب لعيبه معينه، في استغلال فرص، ودي النقطه اللي انا هكلمك فيها النهارده، محاوله استغلال الفرص اللي بتبقى موجوده داخل المباراه. الفرصه ما بتجيش مرتين ثلاثه، فلازم يكون في تركيز كبير قوي ان احنا من اقل الفرص نقدر نخلص المباراه. وان كان الاوردر عندنا زمان اول 10 دقائق لازم المباراه تخلص، يعني كان جميع المدربين ويمكن اكثرهم يقول لك النادي الاهلي في سرعاته، النادي الاهلي في ضغوطه، والنادي الاهلي في كل شيء في المباراه، في اول 10 15 دقيقه لازم يخلص المباراه. ليه؟ لانك لما بتخلص المباراه في الاول وبتضغط الضغطه بتاعتك وبتلعب لعبك العادي، خلاص المباراه بقت بتاعتك. تقدر تضيف الثاني وتقدر تضيف الثالث وتقدر تلعب من غير ضغوط نفسيه عليك. ممكن ابقى راجع من اصابه محتاج ان انا ابقى كسبان، مش محتاج ان انا على طول متاخر، مش محتاج ان اخش فيها هدف وابقى عايز اروح للتعادل، مش عايز اروح للمكسب بس. ففي ظروف بتمر بالفرق كلها، ياما مرت بينا، ياما مرت بينا 13 بونت بينا وبين المنافس. مظبوط. وخدنا الدوري. مظبوط. يعني ما خسرناش ولا بونت الشوط الراوند الثاني. صحيح. ولا بونت. تاك 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 تاك، بتكسب ومالكش دعوه بغيرك، بتكسب ومالكش دعوه بغيرك، وغيرك كل ما يشوفك بتكسب بيتاخر، كل ما يشوفك بيتاخر هو اللي بيحصل عليه ضغوط، هو اللي بيحصل عليه. والعكس صحيح، لما لا قدر الله بتخسر نقطة أو بتخسر مباراة بترفع عنده روح المعنوية. والله. أكيد. ده لازم الضغط اللي على كل الفرق بيبقى من سبب النادي الأهلي. بالظبط. مش من حد تاني يا كابتن. يعني أنا النادي الأهلي بيبقى موجود هو اللي عامل حالة الارتباك للدنيا كلها. صحيح. للسوشيال ميديا والناس اللي بتقول بيستكتر عليه كل البطولات وكل الشكل. واشمعنى النادي الاهلي هو اللي عنده دستور وعنده كيان وعنده مبادئ وعنده الدنيا كلها ماشيه، ما احنا كلنا عندنا برضو بنعمل وبنسوي، بس على طول الدنيا شايفاك وعلى طول الدنيا بتحاسبك او على طول الدنيا عايزاك تكسب. اكسب. ايوه. انما ما تجيش تقول لي انت ليك ضربه جزاء، انت الفار ما خدمكش. في ناس مش عايزاك تكسب يا كابتن. مش كل الناس عايزاك تكسب. هم عايزين الاهلي يكسب يخش يجيب 3 4 تجوان. جمهور الاهلي اللي عايز النادي الاهلي 3 4 تجوان. جمهور الاهلي اليومين دول اكيد مقدر. اهو جمهور الاهلي العظيم معانا على الشاشه اكيد كابتن. بص نفس الشكل ونفس التشجيع ونفس الروح اكيد مقدر طبعا. كل ما بيمر الاهلي من ضغوط. صحيح. الاهلي انا بطلنا بقى هنكلم، هنفضل نقول الارهاق والتعب والاصابات النادي الاهلي ما عندوش الحكايه دي الكلام ده. يعني احنا نعتمد في التحليل ان احنا نقول ليه ايه الاسباب. ولكن يا كابتن ايمن لما يجي لك في ماتش 5 ولا 24 فرصه والماتش اللي بعده 13 فرصه وبعدين نرجع نقول الاهلي وحش، طب ازاي وصلنا لل نعرف للمرمى لمنطقه الجزاء؟ يا ريت النهارده اوصل انا 10 12 بس مره بس اجيب بقى. لا ما هي دي بقى ان شاء الله تخلص الكره دي والفينش. لازم اخلص والفينش ده. ده اكيد كل لعيب انت بتقولي بتعسكر مع نفسك. بعسكر مع نفسي اشوف انا ما جبتش ضربه الكره دي ازاي. الكره دي بيهد في منطقه الجزاء في السته، اكيد هتعلم، اكيد هبقى معايا حوارات كتير قوي مع نفسي قبل ما بلعب مباراه، اكيد عندي دوافع النهارده ما كانش للفانيلا بس، ده لنفسي يا اخي. نفسي. شخصيتي انا. مظبوط. لحسابي انا. مزبوط. لاسمي انا اللي عنده فرصه انه يلعب في النادي الاهلي النهارده، بكره القصه حاجه تانيه. صحيح. فلازم يستغلها. صحيح.